الشهيد محمد عبد الرازق، السن 35 سنة، تاريخ الاستشهاد 26 يناير، منطقة الاستشهاد مظاهرات المطرية. ما عرفش ان هو كان رصاص، كان مصبرني ان هو وقع، والوقعة دي هي حاجة خفيفة. انا قلت دي يعني حاجة بسيطة بالنسبة اللي موجود، يعني اثرت الرصاص، كان واخد الرصاص في دماغه. طلع يا دوبك ان هو النهار طلع ولقيتهم بيقولوا يا محمد كان عايز يروح الجنة. اخويا الصغير كان بيقول له يا ريتني، كان بيقول له الجنة فيها حاجات حلوة والنار فيها حاجات وحشة. اخويا بعد ما توفى قال له يا ريتني، قال اجي اقول يا ريتني ما قلت لك ان الجنة فيها حاجات حلوة.